أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: إذا كان الصغير يعجز عن الطواف بنفسه، فهل يصح حمله والطواف به؟ ثم هل على الصغير كفارة إذا أخل بشيء من شروط الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، الصغير والمريض وكبير السن الذي لا يستطيع المشي في الطواف يحمل إما على اليدين، وإما يحمل في شيالة أو في عربة ويطاف به، لا بأس بذلك. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم، شو بقية السؤال؟ بقية سؤاله: إذا أخل الصغير بشيء من شروط وإذا أخل الحج. الصغير بمحظور من محظورات الإحرام، فإنه يكون عليه ما على الكبير، يكون عليه ما على الكبير، إلا الأشياء التي يتسامح فيها بالنسيان والجهل، فإنه ليس عليه شيء فيها، لا الكبير ولا الصغير. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الشيء المتعمد فهذا تجب فيه الفدية. نعم.